بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول بمشيئة الله تعالى درس جديد بعنوان استخدام الموارد الطبيعية. وقبل الانتقال لتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان، ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بمشيئة الله تعالى أولا وصف التأثير على الغابات المطيرة، كما سنتعلم توضيح الموارد الطبيعية، وأيضا تحديد استخدام الموارد الطبيعية. إذن هذا ما سنتعلمه اليوم بمشيئة الله تعالى، فكونوا معنا. استخدام الموارد الطبيعية ومشكلات في الغابات المطيرة. منذ شهور وأنت توفر المال تشتري مشغل أقراص، وعند اكتمال قيمة هذا الجهاز توجهت إلى السوق لشرائه. وأثناء الذهاب إلى السوق سمعت تقريرا إخباريا في الإذاعة يقول أن الغابات المطيرة تدمر وتتناقص بمعدل مساحة ملعب كرة قدم يوميا، أو ما يعادل 117 كيلومتر سنويا. إنها مساحة كبيرة جدا من الأرض، فمساحة الغابات المطيرة التي دمرت فعلا في أمريكا الجنوبية. ويوضح التقرير أن الغابات المطيرة التي تقطع أشجارها ربما لا يمكن نموها مرة أخرى، وأن فقدانها يعني فقدان الحياة البرية، حيث أن أكثر من نصف أنواع النباتات وخمس أنواع الطيور على الأرض تعيش فيها. كما أن بعض الأدوية المهمة كأدوية السرطان تستخلص من نباتات الغابات المطيرة، مما يعني أن تدميرها سيؤدي سلبا في اكتشاف العديد من الأدوية. كما أن عمل كثير من الناس الذين يسكنون الغابات المطيرة على إزالة مساحات واسعة منها لزراعة المحاصيل أو الأعشاب اللازمة للماشية أو لبيع الأخشاب للتجارة. كما أنه انتهى التقرير بالقول أن اتخاذ إجراءات صحيحة قد يساعد على الحفاظ على الغابات المطيرة. وعندما سمعت هذا التقرير ربما يجعلك تفكر كثيرا، هل تستخدم أشياء تضر بالبيئة؟ فمشكلات الغابات المطيرة. تتواجد أكثر من نصف أنواع النباتات وخمس أنواع الطيور في الغابات المطيرة، كما أن بعض الأدوية المهمة تستخلص من نباتاتها. وعند وصولك إلى السوق لشراء قرص مدمج، هل فكرت في التقرير الإخباري؟ لعلك لاحظت في أثناء تجوالك بين المحلات أن معظم عبوات المنتجات والصناديق التي توضع فيها مصنوعة من الورق المقوى المصنع من الخشب. وكما تعلم فإن مصدر الخشب هو الغابات، سواء المطيرة الاستوائية أو غيرها. فهل يمكن تعبئة هذه المنتجات بطريقة أخرى؟ ننظر على مشغل الأقراص
المدمجة الذي تريد اشتراؤه، فهو مصنوع من البلاستيك ومحفوظ في علبة من الورق المقوم. أما الأسلاك والبراغي وبعض أجزائه الداخلية فهي فلزية، فلا يمكن الحصول على الفلزات والبلاستيك من الأشجار. فمن أين نحصل عليها وما مصادرها؟ تستخدم الموارد الطبيعية في صناعة الأشياء، فلصناعة مشغل الأقراص المدمجة نحتاج إلى علبة من الورق المقوى للحفظ ومصنوعة من الأشجار، كما أن البلاستيك مصنوع من النفط الخام وهو سائل ثقيل لونه أسود يستخرج من باطن الأرض، كما أن البراغي ومصنوعة من خام الحديد الذي يستخرج من باطن الأرض. الطاقة، حيث نستخدم البنزين في تشغيل المركبات لنقل المصادر الطبيعية إلى المصانع، ونستخدم الفحم لإنتاج الكهرباء لتشغيل الآلات المصنعة لأجزاء الأقراص المدمجة. الموارد الطبيعية، معظم المواد التي تشتريها أو تستخدمها يوميا بتكون مصنوعة من مواد مأخوذة من موارد طبيعية كالأخشاب والمعادن الفلزية. فالموارد الطبيعية هي الأشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها المخلوقات الحية. وبعض الأمثلة عليها، تستخدم المخلوقات الحية الموارد الطبيعية لسد احتياجاتها. الخضروات التي تأكلها مثالا طبيعيا يزودك بحاجة من الغذاء، كما أن الأشجار والمعادن المستخدمة في تصنيع الأثاث والبلاستيك والأشياء الفلزية مصنوعة من الموارد الطبيعية التي توفر لك الضروريات من المواد والأدوات. فمعظم الأشياء كما تلاحظون التي تشتريها أو تستخدمها بتكون مصنوعة من مواد مصدرها موارد طبيعية. والمورد الطبيعي هي الأشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها المخلوقات الحية. الفائدة التي تعود علينا منها يا أولاد أنها تستخدم المخلوقات الحية لتلبية احتياجاتها. مثال على الموارد الطبيعية: الماء، التربة، الأشجار، وضوء الشمس، والنفط، والفحم الجيري الحجري، والغاز الطبيعي، والذهب، والمحاصيل الزراعية، والمعادن، والرياح. ومن الموارد الطبيعية الأخرى زي ما ذكرت سابقا الأشجار والنفط الخام والمعادن التي تستخلص منها الفلزات، ده موارد طبيعية تستخدم مباشرة في صناعة مشغل الأقراص. الموارد الطبيعية المتجددة، وهي تسمى الموارد التي يمكن تعويضها خلال 100 عام أو أقل بالمورد المتجدد. يبقى المورد المتجدد موارد يمكن تعويضها خلال 100 عام أو أقل، ده بسميه مورد طبيعي متجدد. مثال عليها: الطاقة الشمسية مورد متجدد فيعطينا الطاقة كل يوم منذ ملايين السنين، وهي كمان بذلك توفر الطاقة اللازمة لتقوم النباتات بعملية البناء الضوئي، كما أنها توفر بذورها الغذاء الذي يعتمد عليه الإنسان والحيوان. يبقى الموارد الطبيعية مورد طبيعي يمكن تعويضها خلال 100 عام أو أقل، أمثلة عليه الطاقة الشمسية، الأشجار، الماء، الرياح، المحاصيل الزراعية. فكلاهما أمثلة على الموارد
الطبيعية المتجددة. الموارد الغير متجددة، وهي الموارد التي لا يمكن تعويضها خلال 100 عام. هل تلاحظ الفحم الحجري أو النفط الخام من بين مصادر الطاقة؟ على العكس من الموارد الطبيعية المتجددة، يحتاج كل من الفحم والنفط إلى ملايين السنين حتى يتكون في باطن الأرض، لذا فهي موارد غير متجددة. فالموارد الطبيعية الغير متجددة هي الموارد التي لا يمكن تعويضها خلال 100 عام، ومن أمثلتها النفط، الفحم الحجري، والغاز الطبيعي، والمعادن، أمثلة على الموارد الطبيعية الغير متجددة. فالفحم الحجري والنفط سوف ينفدان ولن يبقى منهما شيئا ما لم نستبدل بهما موارد طاقة أخرى أو نقلل استهلاكنا من الطاقة. المحافظة على الموارد، وعند استهلاكك الموارد الطبيعية غير متجددة فإنها تستغرق ملايين السنين لكي تتشكل من جديد لبدء تكوينها، كما أنه يجب حماية المصادر الطبيعية والحفاظ عليها بحيث تبقى دائما متوفرة. فكيفية المحافظة على الموارد هو التدرب على حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بحيث تبقى دائما متوفرة. فإن كل من الموارد المتجددة مثل الماء والهواء والغذاء، والموارد الغير متجددة مثل النفط والفحم الحجري، تحتاج إلى حمايتها والحفاظ عليها. وده إحدى الطرق التي يستخدمها الناس ليحافظوا على النفط. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نشكركم على حسن الاستماع. الواجب مراجعة الدرس صاد 192 رقم 1 و2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.